منذ مطلع التسعينيات اقترنت حياة عارف الحمادي بلعبة التايكوندو، والتي تعد إحدى ألعاب القوى، كما تمتلك قواعد وأساليب قتالية خاصة. وهو ما يجيده الحمادي، والذي تحصل على الحزام الأسود بهذه اللعبة في أكثر المنافسات، حيث شارك بها في العديد من المحافل والمسابقات الرياضية. لي حوالي 25 سنة في اللعبة، وتدرجت من لاعب إلى مدرب، وتحصلت على الحزام الأسود درجة ممتاز، حزام دولي، وإلى الآن ونحن حاليا مستمرين في لعبة التايكوندو. بعد عقدين ونصف أصبح عارف مدربا للعبة التايكوندو في نادي التلال الرياضي والثقافي بعدن، ولا يزال يشكو من الإهمال وعدم الاهتمام باللعبة، خصوصا بعد الحرب الأخيرة على المدينة. كما يسعى الحمادي الذي ربط نفسه بحب وشغف بلعبته المفضلة أن يعيد لها مجدها في العاصمة المؤقتة عدن. ما فيش اهتمام من قبل الاتحاد العام، وما فيش اهتمام من قبل إدارة النادي، إدارة النادي التلال السابقة والحالية، الآن نعتبرهم يعني مقصرين جدا جدا في لعبة التايكوندو. تتعرض لعبة التايكوندو وغيرها من الألعاب الرياضية في البلاد بشكل عام، وفي عدن على وجه الخصوص، للإهمال والتهميش. ليبرز السؤال الأهم هنا، متى تبدي الجهة المختصة اهتمامها بالرياضة ورعايتها للنشء والشباب؟ حنين جمال، بلقيس، عدن.